التعليم تكرم أسرع عداء الدون في مصر بعد فوزها بمونديال فرنسا. قام دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكريم الطالبة فاطمة الزهراء أسرع عداء الدون في مصر، والتي تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العدو 1500 متر و800 متر بجدارة، متخطية 79 دولة في البطولة من جميع أنحاء العالم. وأكد حجازي حرص الوزارة على تشجيع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة وإمدادهم بالتنمية المعرفية والمهنية وإكسابهم المهارات التي تلائم قدراتهم. معنا على الهاتف الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلاً وسهلاً بكل السادة المشاهدين. في البداية نحب نعرف شعور حضرتك إيه وإنتي بتسمعي وتشوفي كل يوم إنجازات وبطولات ونجاحات في كل مجال بيحققها أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، وآخرهم بطلتنا فاطمة الزهراء اللي رفعت اسم مصر بفوزها في مونديال فرنسا. طبعا انا سعيده جدا بهذا الانجاز، وانا بس يعني عايزه اوجه التهنئه لفاطمه الزهراء شخصيا من المجلس القومي لاشخاص ذوي الاعاقه، من هنيك يا فاطمه على هذا الانجاز الجميل والكبير اللي مش جديد على جميع زملائك اللي شاركوا في البطولات الدوليه في المحافل الرياضيه العالميه والمحليه. حقيقه كل يوم بنشوف انجاز، وكل يوم بنعرف ان هناك تمكين من الدوله، وان في دمج حقيقي في المجتمع، وان الاشخاص ذوي الاعاقه بجميع اعاقاتهم مش بس الاعاقات الذهنيه، ان فاطمه تنتمي لاعاقه ذهنيه وهي داون سيندروم، هي يعني اعاقات اخرى كثيره من ضمنها اعاقات حركيه واعاقات بصريه وسمعيه والاقزام. وطبعا حضرتك عارف ان عندنا كم من الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه وغيرها من البطولات الجماعيه في الفرق القوميه، يعني زي فريق الباسكت على الكراسي او اللي كان شارك اخر الشهر اللي فات بطوله العالم في دبي وغيرها من الانجازات. فرجعنا من هذه البعثة اللي تتبع الاتحاد الاعاقات الذهنية المصري، وحققت فاطمة ارقام قياسية، وده معناه ان هي ال 1500 متر وال 800 متر حققت فيهم ارقام جديدة. وده طبعا يعني مصر هنا بترفع علمها مش بس بميداليات ولكن ايضا بارقام جديدة. صحيح. ده معناه ان الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنشوفه كل يوم بيتابع الحقيقة. صحيح. واحنا المجلس القومي الحقيقة عندنا يعني كل ونحن في هذا الصدد كمان معالي الوزير دكتور رضا حجازي كان حريص ان يلتقي بالبطلة ويشجعها ويهنيها. وكمان ده الى طبعاً. اي مدى حضرتك بتشوفي ان ده بيمثل تأكيد لسياسة الدولة الراعية والداعمة لذوي القدرات الخاصة؟ بالضبط، يعني القياده السياسيه بتوجه، ولكن ايضا لازم الجهات الاخرى تتكاتف، لان كلنا لازم نتعاون علشان نقدر نحقق الدمج الحقيقي والتمكين الحقيقي ونلبي كل الاتفاقيات الدوليه والمواثيق الدوليه اللي وقعت عليها مصر، ومن ضمنها طبعا اتفاقيه الامم المتحده وقانون 10 المصري 2018. الحقيقه كل يوم يتم تطبيق هذا القانون ومراعاه كل بنوده علشان نقدر نمكن. هنا احنا بنتكلم على الجزء الرياضي، وطبعا بشكر جدا معالي الوزير وزير التربيه والتعليم دكتور رضا حجازي، لان الحقيقه هو هنا بقدوه كبيره يعني دعم و صحيح. الإفادة بكل الإنجازات اللي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة. أنا بس عايزة أقول إن الإنجازات مش موجودة بس في الرياضة، ولكن أيضا في جميع المجالات والقطاعات. لو قلنا في المواصلات مثلا، إن في تخفيضات 50% ولا المرافق،
عندنا في الإسكان 5% بتخصص للأشخاص ذوي الإعاقة في الأدوار الأرضية. عندنا في الوظائف الحكومية 5% بالظبط. وهناك جهود مؤخرا، والحقيقة المجلس شارك فيها مع القوى العاملة عشان نمكن ولادنا ان هم يعني يحصلوا على الوظائف ويتم تمكينهم في العمل والاستقلال والعيش بالاستقلالية، ويقدروا ان هم يقوموا بدورهم في المجتمع ويكونوا شركاء للتنمية. ففي قطاعات كثيرة طبعا مش هيتوح الوقت، وقت قصير ان احنا نتكلم عليها، ان شاء الله يكون نتكلم عليها في اوقات تانية، ولكن انا عايزة اؤكد ان الدولة كل يوم بتنجز وكل يوم بتحقق هذا النمج والتمكين وعلى جميع القطاعات. انا كمان عايزة اوجه يعني رسالتي لجميع القطاعات، التنميه المحليه محتاجين نعمل اتاحه في الشوارع اكثر، محتاجين نعمل اتاحه في المباني اكثر عشان الاشخاص ذوي الاعاقه ينزلوا، يقدروا ينزلوا المجتمع، يعملوا يتعلموا ويروحوا الجامعه ويروحوا المدرسه. نشاركك هذا فاطمه لما عملت الانجاز ده، نشوف يعني اكثر واكثر نماذج اكثر واكثر. يعني دكتورة إيمان كريمة المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بنشكرك جدا، ومن هذا المكان بنوجه التحية باسم جميع العاملين في قناة مدرستنا 3 لفاطمة الزهراء، أسرع عداء الدون في مصر.